فضيلة الشيخ وفقكم الله، عند إرادة السلام على الميت في قبره هل أتوجه للقبلة أم إلى وجه الميت؟ وقت السلام عليه تستقبل الميت، تستدبر القبلة وتسلم على الميت مثل الحي، مثل ما تسلم على الحي. إذا أردت الدعاء له فإنك تذهب وتستقبل القبلة وتدعو الله له، تجعل القبر بينك وبين القبلة وتدعو الله للميت. نعم.